جزاكم الله خيرا، ما حكم من نسي شيئا من القرآن بسبب مثل السعي في طلب الرزق؟ لا بأس عليه، إذا نسي القرآن بسبب انشغاله فإنه لا يأثم بذلك، ولكن يكون قد خسر أجرا عظيما، وكان الأولى به المحافظة على هذا القرآن وتلاوته، ففاته خير كثير وبإمكانه أن يتداركه، وربما يكون هذا النسيان بسبب الهجر، هجر التلاوة. فعلى كل حال هو الإثم لا يأثم، ولكن يكون قد ضاع منه خير كثير، فعليه أن يتداركه. نعم.